أهلا بكم من جديد. أولى المقاطع المتداولة حيث شهدت مساجد المملكة اليوم صلاة الفجر في أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا العديد من مقاطع الفيديو لاستعدادات المساجد لأول صلاة بعد قرار تعليق الجمعة والجماعات. يسبح له فيها بالغدو والآصال. راح نتحدث أكثر حول هالمقطع وعديد من المقاطع اللي تم تداولها مع إمام وخطيب جامع الشيخ عبد العزيز الفريح عبد الحميد النويش. مساك الله بالخير. أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله. مساك الله بالخير يا مرحبا بك. لو تحدثنا الله يحييك، تحدثنا عن فرحة المأمومين وعن الأجواء والمشاعر اللي شاهدتوها اليوم في الصلوات. والله يا حبيبي الحقيقة المشاعر اختلطت، الفرح والدموع، وأنا المشكلة الآن أنكم أحدثتوا عندي الآن مشاعر عاطفية. أنا ما أدري أكمل معكم المداخلة أو لا، يعني سمعت الصوت تو وكأني ذكرت اللحظات الأولى عندما دخلنا المسجد. نعم. منهم من سجد عند دخوله المسجد مع بكاء، واختلطت المشاعر الحقيقة، يعني الفرح بالبكاء، لكنها لحظات تاريخية. يعني أسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لكل من يعني حمل هم هذه الرجوع، كانوا يحسبونها بالثانية. بعضهم يقول أنا سهرت طول الليل، يعني ما استطعت حتى يصلي الفجر، يعني يقول جلست طول الليل سهران انتظر هذه اللحظات لأجل الصلاة يعني في المسجد. الحقيقة أنها يعني نشكر الله جل وعلا ونحمده جل وعلا على فضله وإحسانه، ونشكر جل يعني لأهل الفضل فضلهم خادم الحرمين، وهذه الحركة عيدية للجميع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إن شاء الله ممن يحافظون على إقامة الصلاة في بيوت الله جل وعلا، وأن نحرص على عليها إن شاء الله. شيخ عبد الحميد بن محمد نويشر إمام وخطيب جامع الشيخ عبد العزيز الفريح رحمه الله، احنا شاكرين لك مداخلتك ويعطيك العافية، وأكيد المشاعر تختلط بالدموع خصوصا في أول صلاة بعد الحظر، وبإذن الله تعالى أن نعود بحياتنا الطبيعية في الصلوات وفي كل وقت.